رياضة الكاراتيدو سجلت أولى الميداليات في ألعاب الإفريقية بغانا. المنتخب الوطني تحصل على فضية في اختصاص الكوميتي حسب الفرق عند الرجال وفضية الفرد بفضل المصارعة دحلم ناريمان في نفس الاختصاص. الحمد لله ربي وفقنا باش حققنا هذه النتيجة اللي هي ميدالية فضية في الألعاب الإفريقية اللي انقامت لهنا في البلد الماضي في غانا، متحصلة على المرتبة الثانية في الألعاب الإفريقية بغانا. المنافسة كانت يعني صعبة نوعا ما. صابر بن مخلوف أحد المرشحين لليلة الذهب لم يوفق واكتفى بالبرونز في اختصاص الكوميتي. قد حققت الميدالية البرونزية وهذا بفضل ربي سبحانه، وأنا جيت طامع في الميدالية الذهبية اللي هديها للشعب الجزائري والحمد لله رب العالمين. حسب الفرق الثلاثي سلاق جيريان دحل بن ريمان وولد العربي لاميا تحصلنا على الميدالية البرونزية في الكيميتي. الحمد لله تحصلنا على المرتبة الثالثة في الفرق كاتا. مالغري كنا فيزي لا ميداي دور، بصح الظروف منعت هذا الشيء، بصح معليش حنا عندنا ظروف اخرى، عندنا لي زوبجيكتيف حد اخرين ان شاء الله هننفيزينهم وان شاء الله نحصلوا على الميداليه الذهبيه. المشاركه الجزائريه لرياضه الكاراتيه هنا في المشاركه انا كما نقول في اكرا في اليوم الاول كانت حصيله نقدر نقول عليها ايجابيه، بالرغم شويه الظروف اللي رانا فيها والجو اللي رانا فيه شويه نقولوا الحمد لله، مي رانا في بربي ان شاء الله في اليوم الثاني راح تكون بالك حصيله تكون ملاحه ان شاء الله. ليكون حصاد صبيحه اليوم الثاني من منافسات الكاراتيدو 7 ميداليه برونزيه وفضيتين في انتظار ما ستسفر عنه نتائج عشيه اليوم الثاني من منافسات الكاراتيدو.